السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد. ومتجدد من شروحاتنا على قناتكم قناة تكنيك بوك. ندعوكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلت في شرح حلول ومشاكل الأندرويد ستوديو وما شابه ذلك. سوف نقوم بحل مشكل في جينيموشن. لما نأتي إلى أحد التابلت، مثلا أي تابلت من هذا، أو ديفيس أو المحاكي الوهمي، ونعمل له ريد ديماري، نريد تشغيل الهاتف الوهمي. تظهر لنا هذه النافذة امبوسيبل دي ديماري لو تيرمينال فيرتيال. فيرتيال بوكس ني بي با ديماري لو تيرمينال فيرتيال. فوتر سي بي يو ني با كومباتيبل افيك لي تكنولوجي دي فيرتياليزاسيون. طيب ماذا نفعل؟ نذهب الى الفيرتيال بوكس، ناتي الى ديماري. طيب لاحظوا، لما نريد ان نعمل له ديماري نريد تشغيله عن طريق الفيرتيال بوكس، تظهر لنا هذه الرسالة VT is disabled in the BIOS. لاحظوا in the BIOS for all CPU mode. طيب لو نأتي إلى هنا، نأتي إلى السيستم ثم بروسيسور، لاحظوا هذه الخاصية غير مفعلة. ننقر Activate PU Next، ننقر. لو نعيد من جديد سنجد نفس المشكل لم يتم حله. ماذا يقول لك هنا في هذه الرسالة؟ يقول لك أن تذهب إلى البيوس وتقوم بعمل ديزاكتيف ديزاب، عمل ديزابل أو عمل إنابل لي CPU مود، all CPU مود، أي نظام الفيرتياليزاسيو يجعله ديزابل أو إنابل. سوف نقوم بعمل بالدخول إلى بيوس وجعل بيوس يقبل جميع الأنظمة الوهمية، ونرجع إليكم. طيب ندخل، هذا هو البيوس، ندخل البيوس، نأتي إلى Security أو Configuration System، ننزل إلى الأسفل. كل شخص ونوع نوع السيستم الخاص به. نأتي إلى Configuration Peripheric، ننزل إلى أسفل. نعيد هذه، نقوم بتفعيل هذه الخاصية تكنولوجي دو فيرتياليزاسيون. نأتي إلى نقرر الريجستري، نقرر نرجع تكنولوجيا دي فيرتياليزاسيون، تم تفعيلها، نقرر كويتي الريجستري لا موديفيكاسيون وي. ثم نعود إليكم بعد قليل في الشرح التالي. طيب عدنا إليكم من جديد. لاحظوا بعد أن قمنا بتغيير بيوس، نأتي إلى Configuration System ثم نأتي إلى Processor. لاحظوا كيف تغير من هنا إلى هذا إلى هذا المكان. ننقر OK، خروج، نجرب أيضا تابلت مثلا Configuration System، تم تفعيل كل الخصائص.
طيب، ثم كم الأخطاء كما تشاهدون؟ تم تسهيل الأخطاء من قرار الخروج أن إلى جيني موشن، أقوم باختيار مثلا التابلت، نعمل لها ديماري، لاحظت فقط وتفتح لنا معنا هذا ديفيس.